أحد قضايا الدفاعيات موضوع الحرية عموما. هل ربنا بيدي حرية للإنسان بالذات في العهد القديم؟ ساعات اللي يقرأ العهد القديم يتصور أن ربنا إله قاسي، إله سادي، إله عنيف، إله لا يحترم الإنسان. الحاجات دي كلها الحقيقة مش مظبوطة. اقرأ كويس قوي وادرس قبل ما تتهم ربنا بأي تهمة، وساعتها هتلاقي الحل. ربنا في العهد القديم والعهد الجديد هو إله واحد، مفيش غيره ربنا، ونفس صفاته هي هي. ربنا دايما بيدي choices للإنسان، يحترم حرية الإنسان. فاللي بيقول ربنا بيفرض على الناس، الحقيقة كأنه ما قراش الإنجيل. يعني أبونا إبراهيم ربنا قال له if you like to go out، يعني لما خرج معاه ابتدت البركات تزيد. يبقى الحرية نفسها ده اختيار إنساني، ما هواش مجرد يعني فرض من ربنا. اللي حصل في مصر إنه ده تصرفات بشرية، يعني فرعون مصر غدر باللي عمله يوسف. ما تقروا سفر التكوين والخروج، يوسف أنقذ مصر وخدم مصريين جامد أوي. بعد سنين جه فرعون لقى العبرانيين دول فرصة يبقوا عبيد عند المصريين، فلغى كل اللي عمله يوسف في تاريخه واستعبدوا اليهود. إذا استعباد اليهود ما كانش إرادة إلهية، دي إرادة بشرية، ده ظلم من الفراعنة. وعشان كده ربنا أنقذهم وعوضهم بعد سنين، لأنه في الآخر خرجوا بكرامة والفراعنة دفعوا ثمن الظلم اللي عملوه. إذا ربنا برضه إله عادل ويحب الحرية ويحب الرحمة. ربنا من البداية مشى الشعب في سينا واداله كل الفاسيلتيز، الأكل والشرب والعيشة، لكن اداهم حرية بدليل إن هم عملوا أوثان في البرية. يبقى إزاي تقول ربنا بيفرض نفسه على الناس إذا كان شعبه اللي خد منه المعجزات دي كلها هو نفسه عبد أوثان في وقت؟ فيبقى you can never say إن ربنا بيفرض نفسه على أي شعب، أو إن ربنا ما عندوش حرية أو بيجبر الناس على عبادته. ربنا هو هو اللي بيدي الخير، بيقول الشر نهايته وحشة، ومن يقبل فليقبل. لما راحوا كنعان قال لهم اطردوا الشعوب الوثنية عشان ما تاخدوش من أفكار. لما طردوا الشعوب الوثنية لأنها كانت شعوب بربرية مليانة وحشية، برضو كانت بحريتهم رجعوا للوثنية. الوثنية ده كان اختيار الشعب اليهودي. اللي يقرأ سفر القضاة يتعجب إن اليهود عبدوا الأوثان في حياتهم في تاريخهم أكتر ما عبدوا ربنا، اليهود نفسهم. وكل شوية كان يسمح لهم بأيام صعبة، وبعدين لما يرجعوا لربنا يبعت قاضي أو قائد زي شمشون أو يفتاح أو جدعون أو دبورة، لكن في الآخر الشعب غليظ الرقبة. وكأن ربنا بيعيد نفس القصة، إن ربنا بيدينا حرية بس الحرية مسؤولية. ده معنى مقبول، الحرية وراها مسؤولية. If you go for drugs, okay, it's yours, but drugs may kill you. حرية فيها مسؤولية. هتختار البنت دي تتجوزها والبنت دي مش كويسة، تحر في قرارك، بس الجوازة دي هتتعبك طول العمر فهتدفع ثمن. إذا طريقة ربنا مع البشر دايما بيدي حرية لكن بيحذر بينبه، ولما بنرجع له بيصلح معانا بيلم ورانا، لكن في الآخر مش بيفرض علينا أبدا، بدليل إنه بكى على أورشليم وقال لها إيه؟ يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك ولم تريد. طبعا في زمن داود، لأن داود رجل الله، المملكة بقت قوية، فيها حرية، فيها قوانين سليمة، فيها استقرار، لأن في صلاة، في إنجيل، في شريعة. داود كان ملتزم جدا بالشريعة، وسليمان أيضا. بعد كده سليمان بقى رجع الوثنية لما ارتبط بوثنيات، ارتبط بأميرات وملكات وثنية، وده لخبط الدنيا.
ومن زمن سليمان إلى زمن المسيح 90% of the Jew people worshipped idols. إذن تاريخ اليهود الناس مش فاهمين، اليهود شعب عبد الأوثان، وعشان كده قال لهم هو زي بيتكم إيه يترك لكم خرابا. هم اللي قتلوا أنبيائهم وفي الآخر قتلوا المسيح، وكل ده باختيارهم، وربنا ما فرضش نفسه حتى على شعبه، ما بيفرضش نفسه على حد، عشان دي طريقته مع كل الناس، من يقبل فليقبل، من له أذنان للسمع فليسمع. لما سمح ربنا بحاجة اسمها السبي، السبي ده كان سبي أشور، وبعدين سبي بابل، وبعدين سبي فارس، كل ده كان تأديب عشان اليهود يبطلوا وثنيين، وجاب نتيجة فعلا. في زمن سبي بابل رجعوا للعبادة اليهودية، فأول ما رجعوا لعبادة الله رجعهم بلادهم عن طريق زروبابل، وبعدين نحمية، وبعدين عزرا، وعمروا الهيكل، بنوا السور. إذا كل ما الواحد يرجع لربنا الدنيا تتعدل وتنور، يبعد عن ربنا كأنه بيعبد أوثان الدنيا تخبط فيه. يبقى ربنا هو ده اللي بيتعامل معانا النهاردة، ربنا بيحبنا قوي لكن مدينا حرية نختار عاوزينه ولا مش عاوزينه، ونجدد الاختيار. يعني ايه؟ حتى لو في وقت بعدت عن ربنا you still have the chance to turn back وتمشي مع ربنا. ربنا بيستخدم كل الظروف عشان يشجع الناس على التوبة، لكن مش بيفرض التوبة فرض. يعني مثلا استخدم واحد زي كورش الفارسي وأطلق قرار عودة المسبيين، لما لقى اليهود استووا وتأدبوا ورجعوا وتابوا رجع اليهود في زمن كورش. فكان بيستخدم نبوخذ نصر في زمن دانيال. ربنا بيعرف يعني يتعامل مع كل البشر. في وقت الرب المجد يسوع كانت فلسطين كلها مستعمرة من الرومان، وولد المسيح في الزمن ده، وعشان كده اشترك في قتل الرومان مع اليهود. اليهود هم اللي دبروا قتله، لكن الرومان خدوا القرار لأن هم أصحاب القرار، وعشان كده بيلاطس ينتسب للرومان أكتر، وكان يخاف من قيصر. فهم لعبوا على دي وقالوا له إيه اللي هيعمل نفسه ملك زي يسوع يقاوم قيصر، فخاف على كرسي وأمر بصلب المسيح. إذن لما نقول حرية أحبائي محدش يفتكر أن ربنا بيفرض نفسه على حاجة. في تثنية 5 في آية جميلة قوي تقول إيه؟ قد جعلت أمامك طريق الموت وطريق الحياة فاختار الحياة. دي بتتقال لكل الأجيال ولكل البشر. أنا حطيت قدامك سكة تموت وسكة تحي، أنا عاوزك تختار الحياة، أنا مش عاوزك تموت، لكن انت حر. فكما كان هكذا يكون من جيل لجيل، ربنا بيعمل كده مع كل الأجيال. لو فكرنا هنلاقي إن ربنا ما بيتغيرش، هو أمس واليوم وإلى الآن.